السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سوسو كيتشن. اليوم العيد ميلاد ديالي، اختاريت نقدم لكم حلوة سهلة مختلفة على كل الحلويات اللي قدمت لكم من قبل، ديال البخالين، عجينة اللوز، الفوندون. المكون الأساسي في هذا الكيك هو الشوكولا، great for chocolate lovers. غادي نزيد عليهم شويه ديال الجوز اللي حيت عندي في الجرده ما شريتوش. بغيتو تزيدوه بغيتو تخليوه لكم الاختيار. نمشيو نشوفوا المقادير والطريقه. يلا بسم الله. اول شيء نخلط جميع المقادير مع بعض، طحين، السكر والبيكربونات ديال الصودا والملح. على نار متوسطه غادي نذوبوا الزبده، البودره ديال الكوكو والماء. نخلطوا جميع المقادير مع بعض حتى كل شيء يدوب. نزيدو نصف الخليط ديال الشوكولا، نخلطو جيدا ونزيدو النصف الثاني. وغنزيدو بيضتان وحدة بوحدة. نزيدو المركز ديال الفانيلا، والقشدة الطارية. نخلطو المقادير كلها مع بعض. نزيدو الجوز Peanuts. ندهنوا الطاوة بالزبدة والدقيق. ونطيبوا الكيك على درجة الحرارة 350 فارنهايت لمدة 50 دقيقة. من بعد ما تطيب نخليوها ترتاح 15 دقيقة قبل ما نحيدوها من الطاوة. باش نصايبو الكناش غادي نزيدو القشدة الطارية سخونة على الشوكولا. نخليوها دقيقة ومن بعد نخلطو باش يندمجو جميع المقادير مع بعض، وندخلو الخليط للثلاجة لمدة 10 دقائق. نزوقو الكيك من الفوق بالكناش. انا اختاريت هاد الطاوة حيت فيها تقابي، بحيث كل مرسو من بعد ملي كنقطعو الحلوى كل مرسو غادي يكون فيه الكناش.